وجه الفريق أول توت جلواك مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ولمصر لدعمها المستمر والاهتمام الخاص بدولة جنوب السودان. جاء ذلك خلال استقباله وزيرة الصحة هالة زايد في ختام زيارتها إلى جنوب السودان، حيث أعلنت زايد عن تنفيذ مشروعات صحية سنوية هدية من مصر إلى جمهورية جنوب السودان، مشيرة إلى أن مصر ستتولى إنشاء مستشفى جديد في مدينة بور على أعلى مستوى وبأحدث التجهيزات الطبية، وتضم كافة التخصصات الضرورية التي يحتاجها المواطنين بجنوب السودان، ذلك بسعة 50 سرير وغرفتي عمليات.